من ساعة ما خرجت من الوزارة من يناير 2013 السنة اللي فاتت، يناير 2013 لغاية دلوقتي مختفي عن الإعلام خالص. ليه؟ والله لقيت إن السكوت من ذهب. ولا السكوت علامة الرضا؟ يعني يقول لك إذا انتشرت الفتنة فليسعك بيتك. طب وهل في فتنة دلوقتي في البلد؟ يوه طبعا. احنا بنعيش كل أيام الفتنة. هو في فتنة أكتر من كده؟ طب أنت كل الناس بتهاجم كل الناس.